مكانكم ومرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم بدل المود. الحصة اللي راح تكون فيها ثلاث فقرات، الفقرة الأولى الألغاز اللي راح نديروا فيها ألغاز ونشوفوا إذا حيقدروا يجاوبوا عليهم ولا لا لا، أما الفقرة الثانية في الثقافة العامة اللي فيها راح نختبروا ثقافة بعض المواطنين، أما الفقرة الثالثة اللي هي حاجة خفيفة راح تكون متنوعة بين إهداءات حكايات وحتى ألعاب. مالا قعدوا معنا باش نشوفوا كيفاش راح تكون الأسئلة والأجوبة تاع نهار اليوم. يلا بينا. مساء الخير. السلام عليكم. لاباس؟ لاباس. كيفاش مع رمضان؟ لاباس مليح الحمد لله. بون احنا عندنا في الفقره الاولى الالغاز، تعرف تحل شويه الالغاز؟ شويه شويه ان شاء الله. اللغز الاول يقول كيفاش نكتبوا زرق بستيلو خضر؟ نبدلوا الستيلو كرطوشه نديروها زرقاء في الاخضر وفريناها. لا ما نديروش هكذاك، بستيلو خضر ما يتبدلش. زرق بستيلو خضر نكتبوها نورمال عادي. كيفاش نكتبوها؟ بالحروف. ايه ستيلو زرق نكتبو اخضر. ستيلو زرق تكتبو اخضر ولا بستيلو خضر تكتب ازرق؟ ادي والله ما كاش كيفه. ايه ستيلو خضر اكتبي ازرق. صح. ايه اكتب ازرق برك بلا ما تبدل تيم. السؤال اللغز الثاني يقول القطار رايح نقولوا مثلا من الجزائر لوهران دار 80 دقيقة، في الروتور في العودة دار ساعة وعشرين دقيقة، علاش؟ روطار. روطار ماشي روطار، هي نفسها. كنت بتلعب قبيلة ثاني طول. دير 80 دقيقة في الروتور دار ساعة وعشرين دقيقة، ساعة وعشرين دقيقة هي 80 دقيقة. الله يبارك عليك، جبتهم للزوج تمتم. 80 160 ساعة كيفا 160 دقيقة 160 دقيقة حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض 160 دقيقة من الجيروان، حطها في الجول يا رياض ساعة و حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض ساعة و 40 دقيقة. أنت سويسرا؟ سويسرا. شاطر. ساعة وعشرين يا 120 ساعة وعشرين 8 دقيقة. روتور دار ساعة وعشرين حبس. وين حبس؟ يركب. كيفاه؟ وفي الآلي تاني حبس ركب. إيه دار روطار. الله يصفر وجهك إن شاء الله. في الآلي تاني دار روطار. ما درش الروطار في الآلي. شني؟ 80 دقيقة. بالدقيقة وبالساعات شحال تولي؟ صح. السؤال يقول لك السؤال الاول يقول واش هي الصوره اللي ما تبداش بالبسمله؟ الصوره اللي ما فيهاش بسمله هذيك نعرفها ونسيتها. يا والله غير يكذب والاخرى طيبي ما عرفتش. لا الصوره الاولى الفاتحه واقيلا. لا ها ما نعرفهاش. ما عنديش معلومه عليها. نعرفها اني ناسيها ماشي ما. الصوره اللي لا تبدا والله ما نكذب عليك مو في. لا والله ما نكذب عليك. حوجي مد لي لك الوجه نحمرك نزرقك. صورة توبة. صورة توبة. توبة. عليك الصحة. السؤال الثاني يقول ما هي الليلة المباركة المذكورة في القرآن؟ ليلة القدر. مو سورة القدر هذيك عارفوها. شي سورة ليلة القدر. ليلة القدر إيه. ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر. السؤال الثالث يقول كم عدد سور القرآن الكريم؟ 310. كيفاه؟ 310. 154. 152. هاك نقص بالواحد. كيف نهبط ولا نزيد عفيف؟ نقص نقص نقص. قلبي عليك التكوى يا طفلة وين عن ابليس عينك من الاحزان. 114. الصور القرآن والله ما مانيش عارفها والله ما نكتبها. عفيف ما عندكش حاجة. لا غير عندي ناسيهم. كيفاه؟ لا غير عندي ناسيهم. يا والله غير يكذب ويخرط ويزيد وما عارف كيفاه. 125 واقعين مش عارف. مالكش بعيد. هاكا في 100 105 125. اسمح لي يا ربي انا اللي غلط، انا سقسيتك سحنون يا حمبابك اسمح لي يا حمبابك مسامح.
عدد سور القرآن الكريم 114. يعطيك الصحة. السؤال الرابع يقول: كم عدد أو ما هو أطول نهر في العالم؟ نهر النيل. أطول نهر؟ نهر النيل. النيل. نهر النيل. النيل. دونك شكون هي أول دولة فازت بكأس العالم؟ أوروغواي. شنو العام؟ 1932. لا 1930. لا سودا داميريك وقيل جنوب. او ماي جاد. هي في جنوب في امريكا الجنوبيه. صح واش من دوله؟ ارجنتين. ما نكذبش عليك، بالون خاطيني. يا سيدي عطينا اقتراحات. والله ما نكذب عليك يا اختي، نقدرش نقول لك باسكو بالو لا علاقه به. ودلالي بلا موسى خويا وغابو خلاني ويعطيني ما حنا يا امي ماما. برازيل ارجنتين. والله ماني عارف. جارتهم قدامهم في امريكا الجنوبيه. البرازيل ولا الارجنتين؟ اوروغواي. تعرفها؟ هي اللي داتها في 1930. في هذه الفقره راح نوري لك هذه تصويره. الصوره هذه تمثل المثل احنا نستعملوه في حياتنا اليوميه. عندك بعض الاشارات باش تعرف هذا المثل وشنو. دوك نوريه لك وانت تقول لي هذا المثل وشنو. باب الريح خواف. المثل باب الريح خواف. والله ما عرفتها. ما سي تابل هيك منا من هي باب فتح الباب روح ما تقوليش. يلا دبالي كيفاش الماتت فتح الباب ما. والله ما عرفته. ما نستعملوه في حياتنا اليوميه. نستعملوه كي يكونوا المشاكل بزاف. ريك السد ريك السد اللي تدي ما ترد. ما ترد. بهادو ما الاشارات لما يبانو تقدر تشكل المثل. استعملوا في حياتنا اليوميه كي يكون مشاكل بزاف باش شورتيفيتي المشاكل. خرج باب يخرج جمل. وراه الجمل لهنا. غيمه هذه ولا ريح. ريح باب ريح. الباب يجيك منه الريح. خاطئ. غلقوا استريح. والله ما مش عارف. هذا مثلا نستعملوه زعما مثلا كي واحد يحب يفيتي المشاكل يقولوا له هذا المثل. معليش تعمل هذا العباره. باب الريح ومرتاح. خرج يا وليدي راك مرتاح. لا راك خرج يا وليدك مرتاح. شغل مهني ولا ما بعرفش. ما عرفت. نعاونك. الباب اللي يجيك منه الريح. ايه الباب اللي يجيك منه الريح ما يخرجك ولا ما بالي ما يهنيك. الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح. ايه. وهكذا مشاهدينا نكون وصلنا الى نهايه حصتكم بدل المود اللي نتمنى تكون بدلت المود ديالكم واستفدتوا من بعض المعلومات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وصحه فطوركم.